عايز اقول بس يعني يعني طبعا في البدايه ببارك للنادي الاهلي وجمهوره العظيم اللي النهارده من اول دقيقه وانا بتفرج بصراحه مبسوط جدا يعني، ودي مش حاجه غريبه ولا جديده على جمهور الاهلي اللي هو من اول دقيقه لغايه يعني لو كنا لعبنا كسرطان بيقعد يشجع للدقيقه 120. ف واكيد استقبلوا كهربا استقبال كويس طبعا بعد طول غياب، فهو ده كمان اللي ادى كهربا الثقه والمستوى اللي ظهر عليه النهارده ده، دي جراءه من المدير الفني. وهو الولد بلغه الكوره يا كابتن ان حضرتك عارف هو تحس ان هو جعان كوره، فعايز يثبت للناس كلها ان انا لا لسه موجود، سواء بقى للجمهور للنادي المنافس للي كانوا بيحاربوه للي بيضغطوا عليه، لا انا موجود. عارفه ايه 451 يوم ده يعني في ناس تبطل يا كابتن، ده اتهمد بلغه الكوره اتهمد. فانت كون اللي انت تتمرن بس وموجود يعني بلا هدف، انت بتتمرن بلا هدف، فكون اللي انت تبقى مركز وواقف على حيلك سواء فنيا او بدنيا، انت كان ممكن النهارده يبقى نازل عايز يعمل كل حاجه في الكوره بس الكوره مش ماشيه معاه، ممكن انت عنده. فانت النهارده ان انت ترجع بالمستوى ده وتعمل 2 اسيست وبغض النظر عن كمان الجون اللي انت جبته، بس النهارده التحركات اللي بيعملها وينزل يستلم وبيخدم على زمايله، لا انت عايز تقول حاجه وواضح اللي كهربا لا انا موجود انا فت انا بتمرن كويس وتعلم من الدرس اللي فات ده بالنسبه لكهربا. بالنسبه لكولر انا هنرجع للكهربا لان انا برضو بالنسبه لكولر انا عايز اقول اللي هو جريء جدا، هو اكيد مقتنع بيه 100%. يمكن زي ما الكابتن محمود قال هو الراجل واضح اللي هو كان عايز يديله كمان بدري، هو لولا المشكله اللي هو فيها كان ممكن يلعبه من زمان. دي نقطه دي نقطه انا هروح لكهربا كتير، بس انا عايز اخد رايك في ماتش فكره كولر بس عشان لو نسترجع تصريحات ليه، كان دايما بيثني على كهربا في التدريبات، بيثني على كهربا في امكانياته، وان هو كمان كان من ضمن الناس اللي بتتكلم مع الاداره ان احنا عايزين نحل مشكلته. ما هو ما انا بقول لحضرتك لو هو فهي ما كانش يعني في مشكله كان لعبه من زمان بالظبط، لان هو اما تيجي نبص صراحه باللي انا شفته النهارده زي لا في نقطه مهمه فاروق اقولها لك. لا النهارده برضو خلي بالك النهارده لعب كهربا دي سواء فني او اداري، احنا بنقول لكهربا او اداره النادي الاهلي بتقول لكهربا احنا في ظهرك، حتى لو انت يوم اتنين في قرار جديد، في شهر اتنين في قرار جديد، لكن احنا معاك. فدي رساله مهمه لكهربا، وادت كهربا ثقه انه يؤدي بالشكل ده ويتالق ويحرز. يعني النهارده الشوط الاولاني عمرنا ما شفنا النادي الاهلي في التحركات دي او في الجراءه دي، ان اللعيبه بتلعب وان في شخصيه، ان انت عامل ارباك او رابك الدفاع بتاع سموحه في الملعب، لكن انت في النهايه يا بخت اللي جماهير النادي الاهلي تبقى في ظهره بتحبه طبعا او بتحبه. انا بكلمك بامانه ودي حاجه كويسه جدا، اي لعيب واي لعيب لعب في النادي الاهلي بيتمنى ان جماهير الاهلي تسنده، ودي حاجه كويسه وحاجه محترمه. الحاجه الثانيه لعب كهربا النهارده، لا النادي الاهلي بيقول للكهربا احنا في ظهرك وما تقلقش، ودي اللي مدياله الثقه ويخليه يلعب بالشكل ده. خلي بالك لو حد مكان كهربا وغير كهربا ما عندوش خبرات هيبطل كوره. يعني انت كده رايك ان مشاركه كهربا النهارده اداري يا باشا؟ اداري فني اداري اداري فني لا انت النادي الاهلي مش محتاج، لا انت عندك لعيبه مجموعه لعيبه كبيره النهارده، انت ممكن تلعب شادي حسين، ممكن تلعب برونو صافي زي ما ممكن تلعب برونو صافي مسابقه، ممكن تلعب محمد نووي، لكن انت النهارده دي رساله لكهربا من اداره النادي الاهلي عشان النادي الاهلي. الناس اللي كان بتقول ايه ان كهربا الاهلي مش واقف معاه والغرامه ومش الغرامه، لا اداري فني انه يلعب، لا النهارده احنا النادي الاهلي بيقول لكهربا احنا في دارك، فبالتالي اكيد هم عارفين هم بيعملوا ايه، وتقال له كهربا النهارده هو ده اللي هناخده في الجزء